والله يا شوش انا مش عارفه اقول لك كل الاكل ده عامله ليا، انا مش عارفه ابدا ايه ولا ايه. ما هو ده مش ليكي للاسف، انا كنت عاملاه لبنتي في عيد ميلادها، بس انت اللي طبيتي عليا زي الاخضر المستعجل. ماما بتنادي اكلها زي الحمامه كده بالظبط. ماما اقول انا حماتي كانت بتحبني. انا عايزه اقول لكم كانت عبير صاحبتنا كانت عازماني على حمامه، قعدت 3 ايام في الثلاجه، كل ما اجي اكلها تحصل حاجه وانساها. المهم دي جت برضه، نصيب. بصوا انا باجي في الاكل ولا مش اي اكل يا جماعه، مش اي اكل، وهي اللي كلتها. بصوا مش اي اكل، يعني انا جاي افاجئ عشان افاجئها، هي فاجئتني. مش بس كده، ده لسه في الحلو. تسلم ايدك يا شوشو بجد. والبتنجان ده في قلبي، في قلبي البتنجان ده خطير. اديني الوصفه او اديني بتنجان وانا بدور. انا اديك البتنجان. احنا هناخد يا جماعه دلوقتي الباقي، الاكل الباقي مش المفروض اخده وانا ماشيه؟ اه نعمل لك علبه ثلاجه صغننه. صغننه؟ كبيره؟ كبيره كمان. ماشي بقى الف هنا ناكل بقى. خلاص بقى شوشو سيبينا ناكل. طب ضيف فين والله مكسوف. دول الفراخ وليه عامله ايه؟ عشان انا عاملاها بالتتبيله بقى وحشوه تحفه. لا يا شوشو انت استاذه في الاكل والله بحق الله. طب الجلاش بقى ريحته تحفه. الجلاش ناكل الاكل كله. انت جايه عشان الاكل ده، هتقولي انا هاكل الاكل كله. فظيع بجد. لو انتوا كنتوا عارفين ان انا كده كنت هتعملي لي اكل ايه يا شوشو؟ كنت هعمل لك اي حاجه. كشري. شفت شكلها؟ كنت هعمل لك كشري. عشان كده بحب اقول لك.